ونبدأ نشرتنا الرياضية مع المنتخب الوطني اللي حقق الفوز على منتخب ملاوي بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد الدفاع الجوي في الجولة الثالثة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار. افتتح أهداف المنتخب الوطني محمد صلاح في الدقيقة 20، والهدف الثاني للفراعنة سجله عمر مرموش مع نهاية الشوط الأول. وفي مجموعة مصر فاز منتخب غانيا على المنتخب الإثيوبي بنتيجة 2-0 في اللقاء اللي جمعهم امبارح في المغرب ضمن منافسات الجولة الثالثة في المجموعة الرابعة من تصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا. اتأهل المنتخب المغربي رسميا لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، وده بعد ما تعادل منتخب جنوب إفريقيا مع ليبيريا بنتيجة 2-2 ضمن منافسات المجموعة 11 من التصفيات المؤهلة للبطولة. استفاد منتخب أسود الأطلسي من التعادل الإيجابي للمواجهة اللي جمعت بين جنوب إفريقيا مع ليبيريا. منتخب السنغال فاز على منتخب موزمبيق بنتيجة 5-1 في اللقاء اللي جمع المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة 12 في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار. المسؤولين في النادي الأهلي أجروا اتصالات بلاعيبة الفريق الموجودين في المنتخبات الوطنية المختلفة خلال فترة التوقف الدولي الحالية. المسؤولين في النادي حرصوا على التحدث مع اللاعبة بشأن حالتهم الفنية والمعنوية قبل بدء المباريات المختلفة مع منتخباتهم. منتخب بلجيكا حقق فوز كبير على منتخب السويد بثلاثية نظيفة في المباراة اللي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى في المجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024 في ألمانيا، وسجل ثلاثية بلجيكا روميلو لوكاكو اللي سجل هاتريك في الدقائق 35 و49 و83 من عمر اللقاء. أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني إقالة يوليان ناجلسمان من تدريب البافاري وتعيين توماس توخيل بدلا منه، وأصدر نادي بايرن ميونخ بيان رسمي قال فيه: يعلن بايرن ميونخ إقالة المدير الفني للفريق ناجلسمان، وتم التوصل إلى هذا القرار من قبل الرئيس التنفيذي أوليفر كان والمدير الرياضي حسن صالح حميديتش بالتشاور مع الرئيس هيربرت هاينر، وتولى أو هيتولى توماس توخيل قيادة الفريق.